ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم الثلاث 4 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 اكتوبر. الصراحة هي مفتاحك الاساسي في اليوم ده، هتواجهك كتير من الافكار الجديدة واللي هتنجح فيها لو قابلت المخاطر دي كلها بشجاعة. ممكن تعتمد على دعم كل زملائك في حالة انت نجحت، حتى ممكن تبتدي تظهر في كتير من الصراحة في العلاقات اللي عندك. كل الأفكار تعتبر غير عادية اللي بتبقى بتراود شريكك، هتأدي لإنك تفتح مسار جديد، كأنك تكشف بيه جانب جديد من حياتك يعتبر كبير جدا وذاتي جدا ليك، إلا إنك لازم تبقى متواضع شوية. الحظ اللي بيقع قدامك بين المخاطر والغرور يعتبر رفيع جدا جدا. بالنسبة ليك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية التانية مواليد 4 أكتوبر ل 13 أكتوبر، عندك كتير من الدعم النهاردة، هتساعدك صراحتك إنك تتعامل مع كل المواقف الصعبة في حياتك. هتلاقي النهاردة دعم يعتبر مش متوقع بالنسبة ليك، هتقبل كل ده وهتحاول تبني علاقة أقرب مع كل المؤيدين ليك. هتلاقي النهاردة كتير من الدعم في حياتك الشخصية، هتستخدم المناخ ده علشان تتعامل مع الموضوعات اللي بتبقى بتشغل بالك من فترة طويلة، حتى لو ما كنتش لاقي الحافز الكافي علشان توصل للرشاقة اللي انت بتحتاجها في الوقت الحالي، هتحاول تضغط على نفسك شوية بالرياضة وهيبقى الموضوع اسهل من كده بكتير. بالنسبة ليك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 أكتوبر ل 22 أكتوبر، انت النهاردة يا ميزان في نقطة تحول على مرمى بصرك. ممكن تزرع بذور تبتدي بيها بداية جديدة، هيخليك ده كله تجري تغيرات كتيرة ومهمة في حياتك المهنية، الا ان نجاحك هيؤدي ان كتير من الاشخاص اللي حواليك يبقوا غيرانين منك، فما تخليش الموضوع ده يصيبك بالغرور. هيأمن كل احبائك بيك ايمان كامل وكبير، وهيناقشوا معاك ايجابيات وسلبيات الخطط اللي بتعتبر خاصة فيك. ممكن تحمي نفسك من الفشل من خلال الطريقة دي، بس لازم تتعامل النهاردة مع كل الاوقات اللي بتعتبر عصيبة جاية لك في روح من الهدوء. ممكن تأدي معاك لعطلة في نهاية الاسبوع مليانة بالدلع، وفي فترة راحة تعتبر قصيرة جدا هيحصل فيها معجزات كتيرة وكبيرة.